السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير كلكم، يا رب والخير دايما بين ايديكم. وحشتوني وحشتوني كتير جدا فعلا. انا بقالي فترة طويلة ما نزلتش فيديوهات على القناة. النهاردة معانا فيديو خفيف كده وظريف، قلت انزله معاكم، بما ان انا بقالي فترة زي ما قلت لكم ما نزلتش فيديو على القناة. النهاردة ان شاء الله هنعمل كبدة. طبعا الكبده الاسكندراني اللي احنا كلنا عارفينها، هعملها لكم بطريقه خفيفه كده وحلوه، اللي غدا سريع او عشاء سريع في ثواني، هتعمليها في ثواني مش هتاخد معاكي ربع ساعه. تمام، احنا هنجيب كبده، طبعا كبده بلدي، كبده مجمده، اللي انت اللي في مقدرتك تجيبيه تجيبيه، هتجيبيها وتغسليها. انا بغسل الكبده يا جماعه غسله بسيطه كده بس، وبحط عليها ليمون وبحط عليها خل وبحط عليها ملح وفلفل اسمر بس كده. اجي بقى في الطاسه بتاعتي، الطاسه اللي انتم شايفينها دي انا عامله ليا مسيحاها دهنه بتاعت العيد بتاعت الخروف اللي احنا بنجيبها دي. اي دهنه عندك عند الجزار هاتيها وسيحيها زي انا ما قلت لكم ووريتها لكم قبل كده في الفيديوهات بتاعتي. تمام، باخد معلقتين بتدي طعم للكبده طعم تاني خالص، حتى انا كمان بطبخ بيها. تمام، انا هنا قطعت فلفل وقطعت شطه، مش عايزه تقطعي شطه ما تقطعيش براحتك. قطعت بصلايه فرمتها، تمام، حطيت معلقتين توم من اللي انا مفرزاه في الفريزر، بصراحه بينجز معايا في حاجات كتير وفي شغل كتير خالص. بطلع من الفريزر احط المعلقه ومفروم، وعلى فكره بيدي طعم التوم البلد، التوم اللي هو لسه طازه زيه زي التوم، بيقعد عندي من السنه للسنه والله. وانا كنت قبل كده برضو نزلت لكم طريقه حفظ التوم وفرمه. تمام كده، وحطيت معلقه شطه حمراء برضو كنت مفرزاها في الفريزر. تمام، انا كده لسه ما حطيتش حاجه خالص في الطاسه غير الحاجات اللي انا قلت لكم دي. حطيت كل ده، ودلوقتي هديلهم تشويحه بسيطه كده على النار، تمام، لحد ما يتبلوا بس. والكبده طبعا معايا انا متبلاها زي ما قلت لكم، ليمون وخل وعصير ليمون وخل وملح وفلفل. دلوقتي بقى انا هعمل ايه؟ انا هاخد الكبده بتاعتي اللي انا تبلتها وانزل بيها في الطاسه دي. طب انا حطيت على الكبده ايه؟ تعالى كده، تعالوا كده نشوف احنا حطينا على الكبده ايه. حطيت هنا ملح، حطيت فلفل اسمر، حطيت كمون، حطيت بهارات للكبده، وحطيت مع شطه حمراء. طبعا الكبده بتحب الكمون، طالما في كبده يبقى لازم يكون في كمون. تمام، انا بقى ايه، هقلب كل ده في بعض، هقلب الكبده بالتوابل بتاعتي دي كلها مع الخلطه اللي انا حطيتها في الاول، الفلفل والشطه والثوم والشطه الحمراء والليه بتاعتي، هقدلهم كلهم تشويح. طبعا بعد ما شوحتهم ودبلوا هديلهم تشويحه تاني بقى مع الكبده كده. طبعا انا معليه النار عشان خاطر الكبده، اول ما حطيت الكبده عليت عليها النار عشان خاطر تاخد تشويحه معايا. تمام، بعد كده بخفف يعني بهدي النار شويه. طبعا الاكله دي اكله سريعه مش هتاخد معاكي اي حاجه خالص، اكله سريعه جدا، ممكن تعمليها للغدا، تعملي معاها طبق بطاطس محمره وتعملي معاها طبق مكرونه تحطيه جنب منها او مخل وطبق مخلل. تمام، عايزاها للعشاء حلوه برده جدا. هتعمليها برده مع بطاطس محمره، مش عايزه بطاطس محمره خلاص، تجيبي عيش فينو وتجيبي عيش بلدي وتعملي سندوتشاتك او تغمسي كده باللقمه عادي. تمام، هتنجز معاكي في السريع. بصراحه انا ما كانش عندي وقت وما كانش فيه اكل في الثلاجه عشان اطلع لحمه او اطلع حاجه تفك من الفريزر، كانت هتاخد وقت معايا، فبعت ملك سريع 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 وجابت لي الكبده. تمام، انا هنا كده كنت خلاص قلبتها، هي كانت ابتدت خلاص دخلت في السوا كده زي ما انتم شايفين. تمام، انا طبعا هديت النار، هديتها بقى شويه اللي عطت لها الصدمه الاولانيه اللي انا قلت لكم عليها، وبعدين هديت النار عشان خاطر الكبده تستوي ايه على ما هي تاخدش وقت اصلا، يعني الكبده مش بتاخد وقت. هي هنا الكبده بتاعتي اهي خلاص، يعني خلاص فاضل لها حاجات بسيطه خالص وهتستوي. اعمل ايه بقى في الاخر؟ انا كده كده كنت حاطه عليها ليمون، انا هعصر عليها ليمونه وهي خلاص بقى في الايه، في التسويه الاخيره بتاعتها خالص، بحب اعصر عليها ليمونه وهي في الطاسه. تمام، ولما باجي اغرفها تاني يبقى برده بعصر عليها ليمونه تاني وهي في الطبق اللي احنا هناكل منه، بتديها طعم حلو. طبعا دي طريقه الكبده الاسكندرانيه يا جماعه، والله لو عملت طريقه الكبده بنفس الطريقه دي مش هتاخد معاكي ثواني، مش هتاخد معاكي ثواني، بصي يعني خلاص هي الطريقه المعتمده بتاعتك للكبده هي الطريقه دي، جربوها ان شاء الله ومش هتندموا ان انتوا جربتوها. هنا كانت خلاص الكبده عندي طابت بقى واستوت. تمام، هي كده اصلا الكبده متقطعه شرايح رفيعه فما بتاخدش سوا كتير، بتطيب على طول، اسرع اكل، اسرع واسهل اكل اهو.
واللية بتاعتي كانت ساحت، عملت زي السمنة، ما بحطش السمنة. عايز تحطي زيت حطي زيت ذرة براحتك، يعني ده اختياري. مش عايزة تحطي شطة برضو ما تحطيش، بس احنا بنحب الشطة بصراحة، بتديها طعم حلو. يا ريت بقى لايك للفيديو واشتراك في القناة اللي وصل معايا لحد هنا وتعليق، وما تنسونيش بقى يا جماعة تشيروا الفيديو، واستنوني فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.